بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم مشتركاتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير، في صحة جيدة ان شاء الله يا رب. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا، عيد الاضحى يعني على الابواب، ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحة ولهنا ويتقبل ان شاء الله صيامنا في هذه العشر الايام. ان شاء الله جميع وحدة صايمة نقولها ربي يتقبل. جبت لكم هذه الوصفة تاع الكاطو بالطبقات بالياغورت، بزاف بنينة وسهلة وخفيفة وتناسب عيد الاضحى. نبداو على بركة الله في المقادير. عندي هنا 250 غرام زبدة، عندي بو ياغورت يكون ذوق مشماش ولا سيترون، يعني المهم ذوق اللي تحبوه نتوما. عندي 6 مغارف سكر حرش، عندي 2 عظمات، عندي بيكربونات وخميرة الحلويات، عندي فارينة باه نجمع العجين، وعندي معجون وشوكولا لكلاصاج. نبداو على بركة الله. هنا عندي 250 غرام تاع الزبدة، درجة حرارة المطبخ، هنزلها ديريكتومون السكر، سكر حرش، وراح نخدمها بالباتور حتى تولي عندي خليط يكون كريمي. هو يعني جينيرالمون في العيد الكبير ما نديروش بزاف لي كاطو، باسكو عيد اللحم نديرو في العادات، يعني نديرو غريبية مقروض المقلة، يعني في عادتنا في مدينة قسنطينة قلنا الغريبية ومقروض المقلة، ونديرو قريوش ولا مقلكشات، هادو هما، ولا بوراك الرنة. دونك كم عادو يعني يديرو، كاين اللي يجيبو لهم العياد ايتو، لازم تكون الصينية متولة. هادي وصفة يعني خفيفة وظريفة، نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا ما نستغناش عليها، درتو في العيد الصغير وزدتو في العيد الكبير، نشتيه باسكو خفيف بزاف. دونك بعد ما حطيت الزبدة وحطيت السكر وخلط، زدت 2 عظمات هادوك، راح نحط البو تاع الياغورت. هنا راح يعطيها نكهه بزاف 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 بنينه، يعني صدقوني اللي تجربوا ان شاء الله راح تشوفوا وتحكم بنفسها. نحط البو ونكمل نخلط، وتحبوا اللي ما عندهاش الباتور تستعمل يدها عادي، ولا بالفوي ولا بالمغرف نورمال. كيما راكم تشوفوا انتم اخواتي واش درتوا لحلاواتكم للعيد، واش وجدتوا. نتمنى ان شاء الله تخليولي في لي كومونتير كل وحده واش دارت لي كاطو تاعها. وراح نبدا نزيد الفارينه. فارينه هنا عندنا 500 غرام فارينه، لكن كل وحده على حسب الحجم تاع العظمه تاعها، كاين اللي تكون كبيره تدي لها بزاف شويه فارينه، وكاين اللي تكون صغيره. هنا نجيو للخميره، راح نحطو مغرف خميره تاع الحلويات كما راكم تشوفوا، وعندنا البيكربونات، البيكربونات هذا يعطي الكاطو تاعنا هشاشه، يجي هش ويذوب في الفم. دوكا نبدا نخلط الفارينه، واكيد ما نعجنوش كيما لاباط سابلي، ما تتعجنش، نجمعو جوست برؤوس الاصابع. كيما تشوفوا، ويعني الاهم في هذا الكاطو انها هادك تشوفوا الكميه تاع 250 غرام زبده راح تخرج لنا تقريبا اكثر على 54 ولا 55 حبه. هذا الا قصيتوها مقرودات، الا قصيتوه كاغي راح يخرج لكم، اكيد راح يخرج لكم اكثر. انا نشتي نحب نقصو مقرودات، يعني خرج كميه لاباس بها. كان زدت البيكربونات وزدت الخميره، ونكمل نجمع بالعجين بالفارينه. العجينه ما تكونش ما تشيحوهاش، باسكو ما تجيش مليحه وما تكونش جاريه، تكون طريه. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاه يكون، تكون طريبة من بعد ما يجيناش الكاطو تاعنا يابس. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون، هذا هو. راح نقسمها على 3 طبقات، يكونوا متساويين. هنا اللي خافت ما يكون ما يجيوهاش قد قد، تستعمل الميزان وتوزن باش يجيوها 3 طبقات قد بعضهم، تحصلوا على 3 كور.
ساهل ماهل يعني، وفي دقيقة ما يعني ما يديش وقت بزاف تخلصيه، يكون واجد يعني. هنغطيهم بساشي بك باه ما يديروا ليش القشرة من فوق. وهنا جبت البابي في البابي فيلم بابي كويسون، قصيت زوج طرف متساويين. راح نحطه بنبدا نحل في العجينه تاعي هكا، راح نضمن باللي الكاطو تاعي ولا العجينه تاعي ما تلصقش في البلان دو طرافاي، ونهزها كي نحطها في البلاطو تاني تجيني ساهله. وهنا قصيت الورق تاعي بحجم البلاطو باه نقلب فيه تجيني ساهله، ونبدا نفتح في العجينه. هنا اي وحده مبتدئه ولا جامي في حياتها دارت الكاطو تجيها يعني حاجه سهله، هاي نفتح فيه فاسيلمون. نحاول نديرها على قد الورقه هذه تاع ورق الطهي، نمشي برك بالقناط وندوروا الاتجاهات كامل باه يدينا الشكل والحجم تاع الورقه. هنا عندنا ملاحظه، اللي تحبوا يكون لها عالي وطالع بزاف تحط باكي كامل تخميره، انا ما نشيش يكون طالع بزاف، حطيت مغرف برك. نتوما الا حبيتوا يكون طالع بزاف حطوا لها شكاره خميره. البلاطو انا استعملت هذا تشوفوا فيه، نهز الورقه سهله مهله، مام لاباط تاعي ما تكسرش، هزوها بالعقل برك هكا، ونحطها في البلاطو. عملية سهلة جدا وبسيطة، ومام متبقى لاصقة يعني ما تطيح لكمش ما تخافوش. ونعدلوها بشوية حتى تحكم لافورم تاع البلاطو. هنا نحاول نشتي نعدلها مليح، ونزيد نعتلكم باللي تسمي ما تكسرش العجينة مهما هزيتو مهما درتو واش درتو. هكا راني حطيتها قد قد، نسي نبلاطيها في البلاطو، ونحي البابي كويسون بكل سهولة، نحيوه بشوية. وإلا لقيتو باغ اكزومبل بلاصة تقطعات ولا نحيو من الحراف ونعاودو نرممو البلاصة ديك اللي تكون تقطعات. شوفو دوك انا هنا عندي البلاصة هادي تقطعات، دوك تشوفو كيف نعدلها. نحي الطرف ونعاود نحطو نتكي عليها عادي. هنا نزيد نعدلها باه تدي الشكل تاع البلاطو. كيما راكم تشوفوا يعني اللي تحوس على كاطو خفيف وحاجه سهله هذه هي الوصفه اللي تساعدك. هنا لي شويت نحيوهم كيما شفتوني بالموس، واي بلاصه كاينه فيها فارغ نعاود نعمر بها. سهله مهله، دوكا حنجيب فرشيطه بعد ما عدلتها عدلوها ايسي وتعدلوها مليح يعني باه من بعد تكون خدمه كما نقولوها خدمه بخو بيان بروبر هكا. ونيجي تسمى يجينا لاباط تاعنا تجي تغطي البلاطو كامل. قلت لكم حنجيب فرشيطه وننقبها، ننقبها مليح يعني يسيو والبلاصة بكل تنقبوها. واللي عندها الأداة هذيك سبيسيال تاع اللي نقبو بها تقدر تستعملها أحسن. هنا بعد ما نقب صح نجيب معجون تاع المشمش من الباطا فرغتو نورمال،
وراح نحطه في الطبقة الأولى ونمشيه. اللي ما تحبش معجون المشماش تستعمل أي نكهة تحبها، لافخاز ولا أي يعني ذوق. نمشيه بيان وممكن تستعملوا قياس آخر تاع البلاطو، يعني اللي ما عندهاش بلاطو كيما تاعي تقدر تستعمل بلاطو تاع الكوشة عادي. هكا نمشيو في الحراف، نمشيو في الجناب كامل. ايسونسيال لازم السطح كامل هذا يتغطى بالمعجون. وراح نعاودو نفس العملية، راح نعاود نحل طبقات في ثلاثة. نطلب ان شاء الله من الصائمين يدعيونا ربي يهز علينا هذا البلاء، وربي ان شاء الله يتقبل صيامكم وقيامكم يا الله. دوك هنا راح نكمل الزوج طبقات، نحط طبقة ونزيد المعجون ونزيد الطبقة الأخيرة، راح نخليها هكيك ونزيد نعاود نكمل ننقبها. يعني في كل مرة رايحة نحط طبقة رايحة ننقب، يعني هذه ملاحظة مهمة ولازم تتبعوها. هنا راني سخنت الفرن ديجا، شعلته على 150 درجة مئوية، يطيب من تحت بك ما تشعلولوش من فوق، يعني اللي تكون الكوشة تاعها سخونة بزاف راح يطيب من فوق ومن فوق من تحت ومن من فوق راح يحمر. واللي ما الكوشة تاعها شوية ماهيش مليحة راح تشعلها من تحت وتزيد تشعلو من فوق يحمر. انا هنا راهو هاهو بعد ما طابلي دو حندوب شوكولا ماكسون نواغ فوغي، على بالكم بلي نستعملها غير هي. وراح ندهنها ندير لها كلاصاج من فوق كيما راكم تشوفوا، تقدروا تزينوا بخطوط بيضاء ولا ديروا العكس، شوكولا بيضاء والخطوط سوداء. وهذه هي النتيجة تاعنا النهائية. هاو الكاطو تاعنا حنشربو مع حليب، ما قدرتش نصبر لازمني ندشنو باسكو نشتي. هام طبقات اللي تحبوا يكون على هكا تحط وحدة خميرة كاملة، شوفوا واش طري يدوب في الفم رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه. في الختام سلام.